مرحبا بك سيدي. نحب نذكر فقط سامحني محمد انه صبحي سيود موجود معنا في الاستوديو لاعب الدوري السابق. طبعا سيشادلي مرحبا عوالك. مرحبا بي صبحي. عايشك سيشادلي ونسلم عليه. عايشك ومرحبا بك ومن قصور ساف ولاية المهدية. اسمعني ان شاء الله صار تجينا مش بالتليفون وان شاء الله تجينا المهدية ونعديو انيميسيون كبيرة لنا في المهدية ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شرفني تعرف المهدية علاقتي باهية مع المهدية من اللي كنت نلعب قبل صبحي معنا مجمع القدم مع عمار وتعرف الجينيراسيون هذيك معنا ناس بنا في المستوى والمهدية ولاية المهدية ديما تكون معقل نتاع كرة اليد راه. وانتوما سي انتوما اللي خدمتوا كرة اليد سي شادلي راه انتوما اللي بديتوها كرة اليد انتوما اللي بديتوا الكيب ناسيونال واحنا خدينا المشعل فهمني دونك الكرة اليد على بزوان دو نو على بزوان دو نو كي فما ناس تنسى التاريخ ولا نحن في البريود نتاعنا نحن كان فما وجوه كبار ما كانتش في الامكانيات نتاع توا مش نفس الامكانيات نتاع توا لكن فما ناس خدمت وقتها مازال تراب انا نفكر الملعب مهدية ملعب الفامو هذاك البطل نتاع المهدية في الصبخة وقت بدايات نتاع كرة اليد ناس ضحات فما برشا ناس ضحات باش كرة اليد وصلت الموسم عليه في فترة من الفترات راه صحيح. سي شادلي بون في ظل هالحملات وهالتجاذبات احنا نحبوا نحكيوا تكنيك ونعرفك انت تحبذ التكنيك فهمت. لا صحيح معناها خاصة المنتخب التونسي عنده استحقاق يعني دورة تيكيو الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية. هل الأمور هذه تأثر على منتخبنا وتأثر على الأجواء الموجودة في الليكيب ناسيونال؟ والله يتأثر بأنه كما قلت لك أنا في الأوف وحتى كي تحدثنا البارح قلت لك أنا من الأمور هذه الجانبية ومتاع الانتخابات ومتاع السياسة نحن فادين من السياسة فادين بالمشاكل قاعدة صايرة في السياسة والبلاد وين وصلت وكل الامور اللي تدخل في الرياضه مهما كان فما حتى حد رابح الناس كل خاسره راه رغم ان قلتي ما قلت ما نحبش نحكي على الامور هذه اللي انا شخصيا ما تعنينيش الامور هذه ما تعنينيش والتجاذبات وكذا هي تضر كره اليد راه كيما نعاود نقول فما الرابح هو خاسر مهما كان شكون الرابح خاسر ومهما كان تاثر على كره اليد معناها كي تشوف ناس تو قداش عندهم يحكيوا على امور جانبيه اللي ما تهمش كره اليد مش قاعدين يحكيوا التكنيك مش قاعدين يحكيوا على المنتخب شنو اللي ناقص وشنو فيه باش يمشي فما على المدى القصير المتوسط والبعيد مش قاعدين يحكيوا على الشبان مش يحكيوا على الفتيات قاعدين الناس تحكي في مواضيع اللي ما تهمش كرة اليد من قريب ولا من بعيد راه صحيح. سي شادلي تكنيكمون شنو ناقص كرة اليد التونسية بالحق سي شادلي ناقص انه يرى فما السر وكي شاطرني صبحي فما السر هي راه فما التخطيط واحد يرسم الاهداف معنا امور علميه ترسم الهدف نتاعك وتخطط كيفاش توصل للهدف نتاعك وتصح المسار اونتر تون من هذا نحن نقصد نحن نخدموا بعلي ما فماش تخطيط بعلي ما نعرفوش مثلا انت والكيب ناسيونال كاداد انا خاطر نتبع برشا المنتخبات خاصه نتبع مصر المنتخبات مصر كيفاش وصل الحكايه انا نتبع برشا ووصلوا خطر الناس تخطط عند منتخب العمالقة كل مواليد كل جيل اللي وصلوا أبطال العالم في الناشئين والثالثين في الشباب مش من فراغ بالتخطيط نحن أو كما عام 24 كيب عام 18 كيب عام 4 مجموعات عام 6 مجموعات معناه هذا كل ما يخدمش كل يد راه كلها بكل صراحة والرياضة يلزمها إمكانيات ما غير امكانيات متجامش تعطي الامكانيات المنتخبات باش تعمل منتخبات صغار كادي وجونيور حتى المنتخبات المينيم لي ستاج ولي زونترمون اوبديمادير والخدمه في الشيرات كما نفكر كي كانت المهديه فما سونتر دو فورماسيون سونتر فورماسيون في الكابون سونتر هذا كل وينهم صحيح يعني هذا راهو البروبليم دو فون لازمنا نحكيو عليه لازمنا نتناقشوا فيه فهمتك معناها في حاجات اخرين اللي ما تهمناش لا من قريب لا من بعيد صحيح معناها النظره المستقبليه معناها غير موجوده معناها هنا نلمدوهم في ستاج في كذا ونقصدوا ربي بركه ربي ماشيين معناها نحب هكاك سي شادلي كيما قلت معناها تونس راهي بلاد هون معناها تونس راهي بلاد الهون
معناها خرجت برشا من الستينات خرجت عناصر بهاية خرجت عنا ولاد وعنا شباب اللوت. انا خاطر باهي عندي مده مغروم بالصغار ومغروم بمنتخبات الشباب وشديد حتى ديريكسيون تكنيك دي جون برشا مرات في النادي الافريقي. عنا وليدات باهي اللوت لكن شنو نعطيناهم نحن؟ ناس مازال طالعه في التراب يلعبوا في التراب راه عندنا برشا جمعيات مازالوا شامبيونات دي جون في التراب. فما فرق ما عندهمش كور فشكون اكثر من هكايا ما نجموش يتنقلوا. انا شفت انت مثال صغير انت ساقيت الزيت يهتموا شويه بالهون شنو عملوا تلهاو شويه بالهون معناها ولاد الساقس ما فيهاش معناها هون بصفه عامه ساقيت الزيت تلهات شويه بالهون وصلت عملت نتائج وطلعت لاعبي معناها هذا حاجه من الحاجات معناها برشا نعطيهم لي موان ولاد وحتى المدربين بلدي مدربين طالبين في الشبان يخلص مره في العام تحبوا يعطي لا مش قاعده تخلص. معناها هذه المشاكل لازم نعملوا للهون تسيب باهي رمزي تتفاعل مع سي شادلي اكيد مروان سي شادلي مرحبا بك مره اخرى في 2040 وفي امبيونس اف ام تدعيما عايشك ربي يخليك تدعيما لكلامك ويمكن انت جبت على المنتخب المصري وعلى كره اليد المصريه عموما شوف هما وقت اللي خسروا ضدنا في الكادي والجونيور كنت تذكر سي شادلي كادي وجونيور يخسروا سكسيسيفمون خسروا معنا كوب دافريك كادي وبعدها هي يخسروا معنا كوب دافريك جونيور شو بالضبط بالضبط خذاو هما العبرة من الهزيمة هذيك وغاضتهم ووجعتهم برشا الهزيمة هذيك لأنه شوفوا هما وقتها أنه كرة اليد التونسية قاعدة تاخذ في إيلان كبير عليهم شوفوا هما وين وصلوا كما حكيت أنت على مشروع العماق على العمالقة اللي بناوا به كرة اليد متاعهم اللي بناوا به كرة اليد بخلاف معناها بغض النظر على المكاتب الجامعية اللي شدوهم هما عملوا برنامج فني لموا الفنيين متاعهم عملوا برنامج وقعدوا يخدموا عليه المكتب الجامعي هذا والمكتب الجامعي اللي قبله ممكن ياسر المكتب الجامعي اللي بيش يجي بعد في الانتخابات متاعهم اللي هي كيف كيف في الشهرين أخرين يظهر لي فهمتني هذا الفارق معناه هما خذوا بالدرس وإحنا مالوريزمون جينيراسيون هذيك ضاعت وجينيراسيون بتاع 2013 اللي هزينا خذينا فيها مرتبة ثالثة في بطولة عالم للأواسط كيف كيف ضيعناها وقعدنا نتعاركوا على المناصب وعلى الكراسي تشوفش انه وقيت بانه الناس اللي تفهم الهوند كيف سياتي كيف صبحي كيف وليد بن عمر كيف هيك المقلم الناس اللي تفهم بالحق هوندبال وقيت انها تتلم نهات نعملوا برنامج لإنقاذ كرة اليد التونسية ومش مشكل شكون المكتب الجامعي اللي يكون مشرف على البرنامج هذا والله الحقيقة من قلت لك أنا نديت برشا مرات معناها كل معناها بعد كل دورة مثلا نقيموا كما بطولة العالم علاش ما قرار ما نتلموش لتكنيسيا وقيموا مثلا مشاركتنا في بطولة العالم الأخيرة معناها في يوم دراسي كنا نقدمها قبل وقديناها قبل وعطات برشا إيجابيات للكرة التونسية ناس من الصباح لليل في نزل يعملوا ورشات نحكيوا على لون شنو اللي مشى وشنو ما مشى شنو نصلحوا نفس الشيء بالنسبه للليجان نفس الشيء بالرياضه تبعنا كره اليد النسائيه وفما ناس عندهم برشا افكار فما شكون عندنا اخواتنا وزملائنا اللي لعبوا لبرا وعندهم خبره زي ذاك البلاد تستمتع بها وناس كل ما بيت بعضها وانا نقول لك حاجه راهو بالنسبه للتكنيسيان فماش اختلاف انا طبعا احنا كل نتقابلوا مع بعضنا كلكو سوا جينيراسيون الناس كل تقدر بعضها وكي تقابل الناس كل تحكي فرد لغة هي لغة الهون صحيح لكن كي تدخل أمور أخرى بصير انقسامات أو لسي صار بصير انقسامات هذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا ما ينفعش كل ما ينفعش كل يد نقول ما ينفعش الانقسامات مهما كانت ما ينفعش كل يد مش هذا الهدف نتاعنا رغم أموركم هذيك الإدارية معناها هذا يلزم الناس تلتف معناها حظ اللعبة هذه ومعناها فنيا نشوف ورانا رانا متعرف اللي ما يقدمش يوخر زي ما مثل معروف وراهو ماشين للمجهول انا اقولها ماشين للمجهول انا في ظروف هذه
ان شاء الله. لكل حال احنا ما نصلوش المجهول ان شاء الله، الاطراف الكل تلتف على الاقل نصلحوا شويه من اللي نجموا نصلحوا، لانه كره اليد التونسيه ماشيه في طريق خايب برشا بصراحه. ما لازمناش نغلطوا رواحنا ونكذبوا على رواحنا تقريبا. اللي قاعد يحكيوا فيه الفنيين الكل وحتى سيشادي توا حكاها تقريبا هو واقع وكلام صحيح. سيشادي اكيد مشكور على تدخلك معنا في فان كارونت، ان شاء الله مش اول مره ومش اخر مره زادا، ان شاء الله نلقاوك معنا، ان شاء الله نلقاوك معنا في فان كارونت. مشكور سيشادي الجايد.